الله وتبقوا دائما اوفياء لنا. غادي ناخذ مكالمه اخرى معنا. عتيقه من ثلاث سيدي بالنور. الو عتيقه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام عتيقه، لاباس عليك؟ لاباس، كي دايره؟ مع الصحه. تحيه لك. الحمد لله. حاوكم الطاقم ديال المين. مرحبا بسلامك، شكرا لك، الله يبارك فيك. تفضل. عندي اقتراحات. بغيت اول واش واحد المستمعه كان طوبات الخميره بلديه. ايه واخا. عندنا زلافه ديال دقيق القمح. زلافه ايه ديال الدقيق ديال القمح. وعندنا لبن حامض ولا الخل. ايه والماء سخون، وكناخذوا شي اناء بلاستيكي بحال هكا كيتقفل مزيان، وتنخلطوا فيه هاد الزلافه ديال القمح، طحين القمح والبن حامض ولا الخل بالماء سخون، وتنخلطوهم في الليل وفي الصباح كتصبح لينا خامره. واخا الا سمحتي عافاك نعاودوا باش نتبعوا معاك. واخا. ايه الخميره البلديه كيفاش غادي نوجدوها؟ قلتي لنا الزلافه ديال دقيق القمح. الزلافه ديال طحين القمح. ايه. وعندنا اللبن يكون حامض ولا الخل. من ثلاثه كيس ملي كان اللبن عندنا من كاس حتى لجوج او ثلاثه المعالق ديال الخل. كنخلط نعجنوهم بالماء دافي. يعني اما كاس حتى لجوج كيسان ديال اللبن الحامض، اما ثلاثه المعالق كبار ديال الخل. اييه. ياك واخا. والماء سخون. كنخلطوهم في طاسه. كنخلطوهم في طاسه وكنديروهم في الليل، وفي الصباح كتصبح لينا هي خامره. إيه. وعلى حسب شحال عندنا الكميه ديال الخبز. تبدا تزيد شويه شويه. اه وحسن هي ملي كانت كنعجنوا العجينه عاده فاش كناخذوا شويه نخليو، هذه كتبقى عندنا في الطاسه، ويعني مع حكم سرعه العمل دركا للسيدات يعني تاخذ شويه من الطاسه صافي وكتخليها تمايا. ايه واخا. وعندي بسكوي كيتجي بحال داك الخبز طوست اللي كيتباع محمر في الباكي ديالو. عندنا فيه كيلو ديال الدقيق. ايه. عندنا جبيضات. كاس ديال السكر سنيده. ايه. عندنا كاس ديال الزيت. ايه تفضلي. عندنا كاس ديال الزبده مذوبه. عندنا شويه ديال الخميره معجونه ديال الدار. عندنا ملعقه ديال الخل. ايه. شويه الملح. ايه تفضلي عتيقه. وما دافي باش نجمعوا العجين. واخا. كان في اناء كنحطوا فيه الطحين، كنجمعوا فيه المكونات كامله الا الخميره اللي كندوبها بشويه ديال الماء، عاد فاش كنزيدوها في التالي خصنا نبعدوها على الزيت. ايه. لما كيخليش الزيت الخميره تطلق المفعول ديالها. ايه واخا. كنعجنوهم مزيان بحال كنعجنو في الرغيف عادي، كنقطعوهم مثلا ستة قريصات ولا ستة كرات او سبعه. ومن بعد كنطلقوهم في القصعه، كنقرصوهم مزيان وكنبرموهم وكنحطوهم حتى كيخمروا. ايه. وكندهنوهم بالبيض، بيضه كامله مطربه كندهنوهم بها، وكندخلهم الفران يطيبوا. ملي كيطيبوا مزيان كنخرجوهم ونخليهم حتى يبردوا مزيان تماما، عاد فاش كنقطعوهم ونرجعو نديروهم كيتحمروا. راه كيجي عندنا بسكوي كيتقدم في الفطور يدهن بالكثير. ايه توست. واخا. وعندي واحد الجبن ديال البن والحليب بيض الزعتر وزيت العود والثومه ومعدنوس. ايه يكون لذيذ هذا الجبن. واخا. عندنا يطرو ديال الحليب. يطرو ديال الحليب. جوج يطرو ديال البن. ايه جوج يطرو ديال البن. جوج روس ديال الثومه. جوج دراسات ديال الثوم. ملعقه كبيره ديال المعدنوس مقطع. ايه. قبصه ديال الملح. قبيصه ديال الملحه. شويه ديال الزعتر محكوك. ايه. كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها الحليب يتغلى. هو وداك شويه ديال الملحه وجوج ذروه ديال الثوم مقطعين. وفي اناء اخر كنخلطوا فيه اللبن ومعدنوس والزعتر. ومن بعد ما كيتغلى الحليب مزيان كنزيدوا على داك اللبن. يعني ملي تغلى داك الحليب اللي تغلى مزيان عاد نضيفوه اللبن. داك الحليب والثومه والملح بعد ما تغلاو كنزيدوهم على داك اللبن ومعدنوس والزعتر. هو كيتكور ملي كتزيدي الحليب سخون على اللبن بارد، هو كيتكور بوحدو. هادشي كلشي خارج العافيه صافي ياك، غادي نخلطو غير بوحدو. صافي خارج العافيه. غادي ناخذ نهزو الحليب من فوق البوطه وكنزيدو على اللبن.
وكناخذوا مشبك كامل ديال حياتي كنديروا فيه داك الجبن ديالنا وكيبات يتصفى الليله كامله والغد لي راه صافي كنبداو نستعملوا ونديروا في طاسه ونديروا في الثلاجه. اي يجي مدسم بالثومه وبالزعتر. اه كيجي زوين. الله يعطيك الصحه. عندنا قلت لك صابلي عندنا فيه 6 ديال البيضات. 6 ديال البيضات اييه. عندنا 3 الكيسان ديال الزيت. 3 الكيسان الزيت. 3 الكيسان سنيده. اييه. وخماره خميره حمراء. اييه خماره وحده ديال الحلوه. هذه الحلوه دابا كنخلطوا السكر والبيض مزيان وكنزيدوا عليه داك الزيت ومن بعد ما كنخلطوا مزيان كنزيدوا الطحين على حسب الخليط وديك الخميره الطحين الكافي وخماره وحده ديال الحلوه صافي وهويا كنشكلوا زعما عندنا غير هاد المقادير كنخرجوا منهم شي ثلاثه الشكل ولا اربعه ديال الشكل ديال الصابلي. يعني هاد الصابلي فيه 6 البيضات وثلاثه الكيسان الزيت وثلاثه الكيسان ديال السنيده دائما نفس الكاس وخماره وحده ديال الحلوه والدقيق الكافي ياك حسب الخليط وراه كيبقى التنسيم على حسب نشكلوا بالمراش مختلفين وبالتزيين كل واحد شنو كيدير كل واحد وعجينه وحده راه نخرجوا منها يعني اشكال ونكهات مختلفين هذا الشكل ديال الصابلي كيخرج الكميه اكثر من الزبده يعني ديك الزبده كتخرج لنا غير زبده قليله وهي الصراحه عندني وصفات كثيره ولكن الوقت ما كيسمحش وكنتمنى نرجع يشد ليا قبض ليا الخط مره اخرى نشارك معك ان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله مرحبا بك عتيقه مرحبا بتواصلك معنا عندنا هنايا معروفه بالدجاج المحمر معروفه ب الحيوات تاع الغنيه أيه فعلا عندك الحق تبارك الله عليك وكنشكرك بزاف ومرحبا بتواصلك معنا. الرقم ديال التليفون ديالي أيه مرحبا مرحبا أيه كنقول لك في الاخير مرحبا مرحبا عتيقه غير ما تقطعيش معنا ونرجع